بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله ونكب الله بين آيات الصد يصدح إلى آيات تضبات يلبى سورة الحجر قال ألا وحكير فخرج كبح منها جنب حقيرة فإنك أذب خجيم ملعون باطهر لعن الرجمي وإن عليك دشادا وحاء اللعنة اللعنة إلى يوم الدين إلى ما لنتقي يا موي اللي سبع المرنين الله وحكوي ربح بك شيدان لمدن بيبو قلي حاسد نمو قلي وشرفتي بو قول واي مدك لو أمر دين قياس فاسدنا واستعماله مركا سورة هود وحيه سورة العراف فهبد منها كدادك بيها مركا علماء وحيليه جنة باسي نبي قال له أبو ري نبي آدم جنة الصواب ما هي جنة لولك كنت على إيه بالليل مرك إبليس نمرك ماشي كبح لليه قل يوا جنة ليه قل يروى حوينه جماعة ملائكة كدح به قل يروى حينه السماء كدادك ماشي جنة مكسوقة إن جنة كبح ليه قال ألا وحول فخرج كبح من ها جنة حق هذا فإنك عدو رجيم مرجوم باللعنة لعنة كل رجمية وطاعي وإن عليك دشادنا وحاء اللعنة اللعنة بقى الرحمة كالدارين إلى يوم الدين إلى مالنت إسعب المرنت قال وحول الرب الرب يوم فأنذرني إي كاديو إسوء إلى يوم مالي يبعثون على صبحنا يوم قال ألا وحكول فإنك عدو من المنظرين كوى لسوء باتاي إلى يوم الوقت وقت يوم كيساء المعلوم اللي يقيني مركو إبليس أقادي إن نارت أواجبتي مركو الله بريه وحوليه إلى يوم يبعثونه إنو ندم النبو ربا إلى منطقة ددك الله صبحنا مركا ساليني إلى منطقة ددك دمان أيان ومال إنتا أقود ما يسير ددك دمان أيان إنتا سالي بسوغي مركا خلق قردان دمان أيان والله دمان بالغولي لقم أي إن يبالغ سوغابي قال وحولي ربي ربي قيو فأنذرني إسو إلى يوم مال يبعثون الله صبحنا يددك واسيون ودم النبو ربا قال وحو ألا كويل فإنك أدق من المنظرين كوى اللو كاديات اللي سوغيو إلى يوم الوقت وقت يوم كيساء المعلوم اللي يقينو ووقت نفخذ الله فوفيو قال وحو لرب رب قيو شيطان بما أغويتني هلين تأدي هلين سي سبب تاذا لو زينا النوان أقرحن له بني آدم كأنك درتي آنو أيان درادين في الأرض اللوكان يعني أقرحن ولو غينهم وان هلين أجمعين الدمانتو إلا عبادك أضمها ومنهم ذاتك كمدة موياني أضمه المخلصين الله برح تري وعبادة هذا أضم برح تري المخلصين يو برح لها وحيري وحنكر دارتي بعد وحلقة دقا قولي وعدار بينه وحنكر دار نصاديها الله يساي لكن سبب يذا كفي عن هل يتاتيها الله يساي سبب تاذا نلقى نقولهن أرض الله وحا عرب تلو يغن وحلا وحي هو صورنا وحن قيمة الله ينوضن بأرض الله يغن balka fil ardi dukaan u qurxin waxa weeye xumaanta iyo macsiyada yaanu qurxin waxa kale iyaduna soo gali dulkaan u qurxino waxyaabahan adduunyada ee dhalalteedka ah yaanu qurxino aan ku hadlayn way wakiili lil ahtan kana hadda sidan aanu la ahtan kana dhurriyato waan dacayn buuri intaan dacay ku xidhan hoggaansan buuri qala wuxuu leeyahay rabbi rabbiga yow bima aqwaytani halayntaadi halaysay sababteeda لو زيننا وان أقرحن لهم بني آدم كفي الأرض للك دحليس ولا أقوينهم وان حلين أجمعين الدمانتهم مركا للك أن أقرحن واسان شيئا نيو وحيابها للك كركيس أوهو هانتذني وحيابها أن أقرحن يمعصي هذا إلا عبادك أضومها قموي ومنهم بني آدم ككمد أضومها المخلصين الله برحتري أخلصت لعبادتك أضوم برحتري قالوا حولي هذا ما ملكاسي إن adoomadu mukhlisiintu ay fiican yihiin oo dan halayn kareynin siradun jid weeye mustaqiman oo toosan oo calayaani dushayda waajid anigu aan maamul waajid toosan oo jannada galama aha aniga maamulka iska leh maamulkay waajid ka toosan oo lixlix male adigana waxaad mudataa lagu muamaloon dadka kale waxay mutaan baa lagu muamaloon hada warkaas maamulka yihiin ee adiguna halaysan tahay dadkana waan halayn aad leedahay iyo dadka mukhlasiinta siradun jid weeye calaya dushayda mustaqiman oo toosan toos u baxaya in cibaadii adoomahayga
ليس لك أمسكنا عليهم تسوى سلطان وحوده إلا من موجه اتبعك الراعي ومن الغاوين قوى اللنصنة وحول عليهم سلطان وإنه أرقني ضد بدن الشيطان هلا يوم ألا نوحو ليها أدوما هايك وحوده أمله وقلبك ودوه وقال لك يا بادات هذو معصيين أضب الحصائي كقول رعان ويكتب كين الدوناني لكن قلبك ودو محو كنت دون إسلامك كما ساري كنت قلبك ودو دونه معصيبة هاللي ماده ومعصيبة أضمد مركة قاركوه لكن قلبك هذا بحكم تدو أدو كما سارك الدين تإسلام كوين بدك لقفك مضيعة وهو ألا عابده والخوف الرجال لبدو بكتران مرنا بشيطان كي يلماي هذا صلاة وكالي صلاة السنة دا الله قمتك دا صلاة السنة دا وكتك فرد كان سكو قفصاني سنة دي الشيطان وإنو عبادة دا دوراني أي لا يدهي حجاب أي لا يدهي وعي. إن عبادي أدوما هيا ليس لك كوغو مسوغن عليهم دوشو السلطان وحوود وقلبكود بحكم كرتيد داتدود مرمر قاكود بعد هليسيد إلا من مو يتبع كراعي ومن الغاوين قوى المصنع وإن جهنم جهنم أن الموعدهم بلانتود ويأجمعين دمانتود موعدك وحال دام وقتي أما الزمن أما مكان موعدهم بلانتا ليسو تجدوناي وجهنم ما يشاء أضم بيسي تجدونا وجهنم وين وين جهنم النار جهنميهم لما وعدهم بلنتهد ويواميش الغلب اللهم أجمعين دمانتهد وحالين سلمان الفارسي يا النبي آياتني أغريا يو أركا وين وعده أجمعين مركاسو عبار وبقر العميباء مركاسي يددك الليلة وين وعده سيلوغ النبي تقلبي ويسال الله تاهي نبي حوشي أدوه كوا كمدمتهم لها جهنم وحاوسونا لي سبعة أبوابه تدبع الباب يعني وسبعة طبقات ومدول الباب ليهي لكل باب باب الأرك كل حوصنا منهم بني آدم كحقونا جزء قيب مخصوم اللو قيبية قيبها وهلي وحوي ومركز جهنم سيقود مركز جهنم اللي مر ناره ورنما يكون دعي مركز ناره الله تريان ودبق أسر رأي أي موحدين تقلان ذاتك مؤمنين تلقى سوصاري دونه دبق كحيقان وحاق اليهود لأن حق يقدر وجه النصارى ده، دبقة كحجنا النصارى كحجنا مجوس، مشركين تحق يقدر، كوه سيوها ويد الليلة، منافقين تعجلي، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لا وحوس من هذه جهنم، سبعة أبواب تدب باب تدب الباب، وتدب دبقة مدول الباب اللي هي، لكل باب باب والبوحوس من هذه ومنهم، ذاتك حق هذا كملا. لكل باب باب الحوصلة منهم تدفع حقه هذا جزء قيب مخصوم اللو قيبية الله قلت لك انتي اسكو الدنبي أبا انتي اسكو مقع أبا ميل بيقالي إن المتقين مركي ذاتكي حماسي ذا الله شاكي فرضتكي الله هذا كبق يوم مؤمنين تاها بل لقيسو إن المتقين كوا الله هذا كبق في جنات جنوي بيكسو قيهن إيو عيون لاغو إله عانه إيو ملكي يبيه يوحول ما يقال اللهم حلوله ادخلها قلع جنوين كان قلع بسلام النبات قليكو قلع ادافة اردن كان نبات قشين آمنين يذنكو آمنوه واحدا ما اتكبق دانين كيرين نبات قليكو قلع ادافة اردن كسو نبات قشين آمنين من الخوف دبدن بعفسي اضو عفسان ايساني متر يالو قده قلع الله ده تقوض واكينون ده مركي كالي قلع شايقنا وامتثال الأوامر واتباع النواهي كلية مركي لا شيء ضد عل قدرنا ضعذنا وخير كسمين تسي تقوذنا وحمان إسكيل على أنت مرك هذا الله ودي بمشي ويكوننا تذكر الله تكبق الله عابده جنة سال الجلي وبر وقظ بدنوي جنة ندي وحي على الله ما شيء كين كرو أعد الله للمؤمنين في الجنة ما الله عين رأت ولا أذن سمعت ولا خدر على قلب بشر الله وحليه إن المتقين كوا الرب قد كبقي وعدد كمسيد كتشوها هرقلوا إهجروا في جنات جنوين بيكسوا قيهن إيو عيون اللاغو ساعوا دردر يعانيه يبيه ملكي خمري ألقوا ألنين ونمضح حنوشينين يقال الله محلوله ادخلوها قلع بسلام النبات قليكو قلع من الآفات أذكرنا بدقشين آمنين حالات آمنتين من الخوف عبسي ديب دنباء ونزعنا واسي ابني marka jannada la goolaha dal sheegina adamaadiba la cabireey wana zacna waan siibayna
ما في صدورهم قلوب تضوح كذا من غل حقد أي سقبانا إخوانا حالا ولا ليهين على سرور سرير الدشود بيساريهم متقابلين السوق بشن تقابلين دوار دور سيادة مركي يسوي مدين قذات كذا يسارك ما يروي سكتشي ذا قلب جوزه ويسقاب بشيء أيضا مركي علي بن أبي طالب أن من أجي مدينه مركاسو ذلحب بن عبيد الله ويلو دلعي وحق ذلحو حكسو جيدا حق معاوي وكسو جيدا أضو الدقال كيبا لقود دلعي يوم الجمل بالا دلعي ذلحي الزبيري مركاسا لدلعي مركاسو ويلشا إلما الزبيري إلما الضحي يسود وين شري مركاسا لدى أبوهد مشالي بان الله يسي يجي لهذا واتسود وين يسابا لقود الله وحن كر رجيم بويني inaanu aayadan nahay aniga dalxa iyo ragaasu inaanu aayadan soo galo yani ilaahay kale jeebir waana run ila saxaabadu isku ma laynin ee qabyaaladna isku ma laynin khaliifada xataa isku ma haysanin oo muawiya uu ogolaa cali khilaafada ee waxa la isku haystay dadkii Uthman dilay oo dhowr boqol ahaa ya cali soo raacay markaas ay leeyeen dadkan noo soo gacan gali markaas shuru war hadda way fara badan yihiin intayna xoogaysano an markaa qabqabanno intaaba isku leeyneen ونزعنا واسيبين أبو ألا يدي ما في صدورهم قلوب توضا وحكسوا ومن غل حقد أي سقبان إخوانا حالا ولا ليهين على سرور سرير الدشود بكسوا جيهين متقابلين وإسقابسين وحالين ميل ميل وين وسنترة أما هول أو جنة النار تدح دوضا يا مؤمنين تودل لي شوكين مركاسي وحكا لشيقنا يانو ويسعفين يانو وحي أي كلا شيكتين يقول إسعفيه الوحيد ذي كجرين يجنة ذهرك قلي لا يمسهم طابا ما يمؤمنين متقين فيها جنة ذهر ذا النصب وحدال وما هم يقولون ماها بمخرجينك والله قصار منها جنة ولي قد لا يبقون عنها حولا إنه يكبح عن بمتعمال مبالتك دميس يقول سيحي سبدنانا الله سبحانه وتعالى وحليدتك متقين في جنة ذا قلي وحد به دال يمدن مجرين weli goodna laga saari maayo marka meesha bal ku baraarugo maxaa jannada lagu gala bidcada iyo shirkiga iska ilaali sheekh kuwa jannada lagu ma galo waa laga fogaada amalka saaliha ah oo quraanka kariimka iyo xadiiska rasuulku inoo keenay kaas ha jannada lagu gala ku kale weliga halka raadin la yamasuhum ilu jannaha ma taabanayo mutaqiinta ah fiha jannada dhexdeeda rasabun wax daal ah wama hum iyaguna ma ah bimukhrijina kuwa laga saari minha jannada xageeda نبي عبادي قسام إيش اللي نوقش عليه نبي أورهن نبي الله محمد عبادي أضم هيجا أني أنا جو الغفور كرافع أنا هاي الرحيم أن حريسته وأن عذابي عذاب كي يقول هو العذاب عذاب الأليم وحجبوي بين الخوف والرجاء بقول كي وبقول رجها يقولون أن قن الجنة لا تجلي هذه إنه هيسكو حكومي هناك قوسان الرحمة الله أرد حه weli bay inta fayowida hay xaga khoofka u bado si aad xumaan u la imanin ila khoofku markuu joog xumaan la iman mayse xumaan gabigeedaba in laga helo lama rabo laakiin rajuhu khayrka intaad ka sameyn karto kaliya sameyn markii marka naftaadu soo dhawaato xaga rajaha u bado la leey nabii u waran ibadii adoomahayga anii anigu alghafuru ka dhaafa inaan hay arrahimu nahrista wa anna adabi adabkayguna huwa ala aladab adami alalim ayadu waxay ahayd baalayn saxaabada oo masaajidkii dhex joogta iyo meel daaqada nabiga kaarka iyagoo qosqoslay markaas uu warnaad baad damaysay maxaad la qoslaysan ha qoslina buu markuu nabigu ka tagay oo uuna ka fogaanay iyo dibdib u soo siqay baalayn markaas uu Jibriil baa hadda ii yimid oo aayada u sheeg dadka igu yiri marka dadka yaa laga qosin raxmada way raxmada al dadku way ballaadan tahay nabiga sidaas loo sheegay وأن عذابي هو العذاب الأليم عذاب حقبة ونبئهم ذاتك أقورا عن ضيف إبراهيم إبراهيم مرتديسي مرتدي أتمنى ملائكة أهيد أو اللوغي أكعني ويدي أو كشكي ونبئهم أورا ذاتك عن ضيف إبراهيم إبراهيم مرتديسي أورا إبراهيم مرتديسي أقورا إذ وقت دخلوا أي أصوى قلين عليه على إبراهيم فقالوا أي لهذه السلامة يعني ومسر أن نصلمك وانك سلام سلاما قالوا حولي إنا أنه منكم حقين وجلونا وإذا كبقينا قالوا حي الله توجلها بقن إنا أنه نبشرك وحانك وقب شارين بغلام ويل عليم أو علم بدن وناكسا
marka baqdintu waa intayna wali isu sheegino marka uu yimaadeen bu bicilin xaniidin wa samine suuratu dhariyaat dibi goola suuratu hudna dibi solan dibi goola ho solan buu keenay marka soo arkay inayna taabanayne marka si cabsida ku baarantay marka markay taabanayno dadkan wax kale inay yihiin buu arkay id waqti bal ka waran dakhalu ay galeen alayhi ala ibraahim u galeen faqalu wahidin salaaman nusallimuka salaaman wa ku salaanay qaal wuxuu yiri inna anagu minkum xaqiina wajiluna wa ka baqayna wa intayna wali isu sheegina garwaa markii turashinka u keenay ay cuuni way fala marta ay diim la tasilu ilahi aw jasa minhu khayfa absibu dareemay qaal wuxuu la tawjil horta ha baqin inna anagu nubashiruka waxan kuugu bishaareeyneena bi gulaami wiil caliim oo cilmi leh wiilkaas waa isxaaq qaal wuxuu abashartumuni miyaad ii bishaareeyneysaan ala amasiina ma amasane oo itaabtay alkibaru daadi fabima sheegay baa tubashiruna igu bishaareeyneysaan qaaluhu xin basharnaaka waxaanu kugu bishaar bil xaqi hal ruuxaanu kugu bishaareeyneena e falaata kuna ahanin min alqaanidiina kuwa qoostay marka nabiga ilaahay ibraahim ee bishaaradan maliqi waayeen ee waqti wax caadiga ka baxsan way gabadh 90 jir ah iyo nin 112 jir oo waligood isu dhaleen yaalid waxba dalaysan marka taas uu ciisado la yaabay raxmadi ilaahay uu ku talagashan yahay inuu ilaahay qaadir yahay keenin karo marka wuxuu rabaa sababka uu ilmuhu ugu dhalan in wax ka ogaado rabaa qalu wahidihi qalu wuxuu la abashartu muuni ma waxaad igu bishaareeyneysaan ala amma sariya isagoo itaabtay ma amma sariya uu itaabtay alkibaru daadi fabima sheegay baad tubashiruuna igu bishaareeyneysaan qalu wuxuu la basharnaaka waxaanu kuugu bishaareen bil xaqi hadal dhab ah ee fala takuna ahanin min alqadidina kuwa qoostay qala wuxuu yiri nabi ilaah ibraahim ومن أحد كيبا يقنطك قوسا من رحمة الله إلا الضالون كوى المسلمين رحمة الله إياك قوسا من رحمة ربه وي من رحمة الله وإسلام رحمة ربك إياك قوسا ضالك أهين ضلالك أهين كوى بادد أهين قيمة رهين قال وحول إبراهيم ومن أحد كيبا يقنطك قوسا من رحمة ربه ربك رحمة ديس إلا الضالون كوى المسلمين قال وحول مركب فما خطبكم وربح على الدين كوى الرمى محيطهي ayuha mursalun kuwa la soo diray markaas uu gartay in malaa'ikihiin markuu ogaaday khadbiga waxa la ila luqada carabta amarka ajeebka ah oo halisa ya khadba leeyda markaa wuxuu yiri qaal wuxuu yiri fama khadbukum sha'nigiinu waa maxay ayuha mursalun kuwa la soo diray garay markaa qaal wuxuu yiri inna anaga ursilna waxaan la soo diray ila qawmi qawm mujrimiin oo dambiilayaal illa ala luudin luud iyo dadkiisa mooyaan inna anagu lamanajuhum luud iyo dadkiisa waa nabad gelinayna ajmaciina dhammaantood ilaa mirata oo gabadhi xaaskiisa ahayd mooyaani qadarnaha waxaan ku xukunay innaha yadu lamina alqaabiriina kuwa cadaabka ku hadhay inay tahay markii nabiyullaahi luud la yidhi reerka la guur iyadu halkaa iskaga hanay waana gabadhi barigii hore u bashaashay jirtay markii barsay u timcado yay dab iyo wax u shidi jirtay ugu yeedhi jirtay markaa barigaa de anbiyaada nabiyullaahi nuux xaaskiisa mid baa gaal ahayd nabiyada luudna gaal bay ahayd marka anbiyaada bariga inay gaalada guursadaan way u banaaneen inaga lafteena dadka ee kitaabka hadii ee kitaab sax la helo day ragga way u banaantay gabdhaha baa la siinay qaal wuxuu yiri fama khadbukum ayyuhal mursalun mursalin tiyay qaal wuxuu yiri inna anaga ursilna waxaan la soo diray ila qawmi qawm mujrimiina dambiilayaala meelaha qaarkood ila qawmi luud dambay ahayd illa ala luudin luud aalkiisa mooyaane oo iyaga inaannu halaagnana looma soo dirin inna anagu lamanajuhum waa nabadgelinayna ajmaciina dhammaantood luud iyo inta la socota waa gabdhihiisii iyo dhowrkii ruuxe rumaysay ila mraatahu gabadhii xaaskiisa ahayd mooyaane qadarnaha waxaan ku xukunay innaha iyadu lamina alqaabiriina kuwa cadaabka ku hadhay inay ka mid tahay falamaa jaa markay u yimaadeen ala luudin luud xeerkiisi almursaluuna qaal wuxuu yidhi innakum idinku qoom qoom baa tihiin munkaruun oon la garanayn qaal wuxuu yidhi bal qoomo munkariina ma nihin ee jiiraaka waan kuula nimid bimaa shaygii kaanu ahayeen yamtaruuna fiihi kuwa shakisan cadaabkii inuu ku dhicay ka shakisnaayeen yaanu kuu keennay waataynaaka waxaan kuula nimid bilxaqi baan kuula nimid waynaa anaguna la saadiquna run baa sheegayna nabiyullaahi luud intayna isu sheegin wayo bilmatal waxaa la leeyahay
iyagoo socda way wiilal qurquruxsan yey laba gabdhood u dhalay bay u yimaadoon markaas sayidaha ayaa jooga reerka oo ninkaas ay joogo inay gabdhuhu meermeeriyaan bay damceen meerka dad xun baa jooga bay dhahdeen way u yimaadeen lood gabadhii baa u baaqday nimankii markaas ay soo yaacayaan iyagoo bishaareysanaya suratu iqtarab iqtarabat as-sa'a indhahoodii baa la daboolayba indhahoodii baa la daboolay sidaaday u soo dhaqaaqay baa indhahooda la daboolay falamma jaa markay u yimaadeen aala luudin al-mursaluna markay u yimaadeen qaalu wuxuu yiri innakum idinku qawmun baatin munkaruna an la garanayn qaalu waxay leeyeen bal waan la garano jiinaaka waxaan kuula nimid bima shaygi kaanu ahaayeen yamtaruna kuwa shakisa fiihi wa cadaabka ku dhacaya cadaabka aad u sheegi jirtay oo ku dhacaya oo ka shakira maalo nimid waatiinaaka waxaan kuula nimid bil xaqi wax dhab aan kuula nimid wayna anaguna la saadiquna run baan sheegayna bay leeyeen e fa asri guuri bi ahlika xeerkaaga iyo xaaskaaga biqidcin qayb oo min alleyli habeenka ka mid ah watabic raacad baarahu dabadooda raaco xagga dambe marse aan dad u soo noqonin ilan dad baa laga yaabaa magaaladii ay yaqiineen inay dib ugu noqdaan walaa yaltafid yuna soo milicsanin minkum xaggiin axadun qofna yuna soo milicsanin taana waxaa looga jeedaa socodka dadajiya hareeraha dayne toos u baxa la leeyahay wamduu taga xaysu makaan tumaruuna laydin amray marka waxaa laga yaabaa meesha la amray meel caam ina shaam oo kale inay tahay baa laga yaabaa ama meel qarsoodi oo iyagu loo sheegay inay tahay baa laga yaabaa meeshii liidan amray taga laydi taga yiraahday fa asri guuri bay dhahayn la guura gale biyaalika reerkaaga biqidcin qayb oo min alleyli habeenka ka mid ah habeen badhkii oo kale watabic raacad baarahum dabadooda raac oo daba galo xagga dambe ka war si aanina dib ugu soo noqonin walaa yaltafid yuna soo milicsanin minkum xaggiin axadun axadna meeshan aad ka baxdeen ciqaabtu ku dhacayso axnayna soo milicsanin yacni degdega la leeyahay wamduu taga xaysu makaan tumaruuna lidanafri nabiyullaahi maxamed markii duulimaadka lagu jiro colka dabadu ka socon jiray si ka tabarta daran iyo ka ooman iyo uu gacan u siiyo uu daba socon jiray waqadayna waxaan u waxyoonay ilayhi luud dalika al-amra amarkaasaan u waxyoonay oo maxay ah anna daabiraha ulaay kuwa cidibtooda maqduuc waa la gooyay masuuxiina waa barimi waa la cidib gooyay Soomaali ma tiraahdo waa la dabar gooyay way waa la dabar gooyay kuwa saasaa loo waxyoonay waa kii barkii leeyay subaxii baa la halaagay yuu nabigu wuxuu yiri wuxuu ku yiri iyaga horta hadaan rugni shadiida ku tiirsanahay waxaan idinka qaban lahaa markaasay markii la yiri waa barigi baa laalaagay alaysa subax bi qariin bale uu tiigsada subaxii ku fogaaday subax miyaan u dhaweyn baa lagu yiri waqadaynaa waxaan u xukunay oo u waxyoonay ilayhi luud dalika al-amra amarka isaga amarka anna daabiraha ulaay kuwa dabarkooda ama cilibtooda maqduuc waa la gooyay masuuxiina waa barigi isagoo nabiyullaahi luud sidaa loo sheegay wajaa ahlul madiinati magaaladiisa duuma ahayd ehelkeedii baa yimid yasabshiruuna iyagoo bishaareysano allah ayaanka iyaga leh dad baa noo yimid caawa aanu ku mida daalano qaal wuxuu yihi inna haulaai kuwaasi niman yahow dayfi martidaydii wey falaa tafdaxuuni hay ceebaynin war martida ilaaha iga qaadanin wataqullaaha alla ka baqo walaa tuqduunii ha yahoojinina war saasuu ku yidhi war sidaa yeelo dadkan waa marti niman yahow hay fadaxaynine alaysa minkum rajulu rashiid war nin qumani miyaanu idinku jirin waa kuu leeyahay وجاء ويمد أهل المدينة مدينة ضد كذي مستشرون يغب شارع سنة الحمد لله أياك يقل قالوا حلين هؤلاء كوا سيدة شهرة وامر سيدة فلا تفضحوني هيا عيبيننا واتقوا الله ألا كبقى ولا تخزوني هيا هوجنين هيا قيح يحننا قالوا حيدا هذين أولم ننهى كبموانا كان هي عن العالمين عن إضافة العالمين ضد كينا دمرتي قلسه بيانا كان هي بيلي ilaa waad ogtahay martida inaan nabad gelinaynini suukaanu iska daakunni dhibaydaan maxaa kugu uma garaabin marka qaaluhu waxay leeyihiin awalam nanha kama waanan kaanahayin anil caalamiin can idaafati alcaalamiina qaaluhu wuxuu yidhi niman yahow haaulaa kuwaasi baraatii gabdhahaygi weyn in kuntum haddaatiin faaciliina niman wax samaynaya waa kuwan gabdhihii waan idiin wada kuu dhali maaha haweenka de waa gabdhihiisi isagaa meesha ilaa nabi ka ah war gabdhihii liidinku talagalay waa kuwane dad wax samaynaysaan gabdhahaasaan idin wada meherina gabdhaha guursada buu ku yidhi oo sidaa yeela qaal wuxuu dhahaa ulaay kuwaasi banaatii gabdhahaygi wey waa haweenkeenni
إن كنت فاعلين وحون هذا سمين إنسان دي وكوا لعمرك مركا آيات لعمرك علماء وحيبنيهن نبي الله محمد بارك الله عليه لعمرك باقي أهشها عن خدار سيه إنهم قالوا لا نبي الله لجوك تاي لفي سكرتهم والذي ذي بيكسوجينهن أو كما وانتمين يعمهون ويورثينهن هذه سكرتهم تلقط على شيء يعمهون نواس ورجال وين marka nabi ilaahay maxamed ba umrigiisa ba qahashisa sharaf ka weyn ma jirto in umrigiisa uu alla ku dhaarto culimadu saasi u badan yihiin qoliya waxay leeyahay waa nabi lood laakiin sidaasiin ku deynayna nabi ilaahay maxamed way wuxuu alla ku dhaaranaya markii qisadi nabiga loo sheegay ya nabiga uu alla yidii umru ka baaqi ahaanshahaagan ku dhaartay umrigaaga ee innahum qolada nabi loo la joogtay la fi sakratihim walidoodii ba yacmahuuna ku jahwareersan yihiin hadii la khabaru baad khabar laga dhigna waa suura galway والله سبحانه وتعالى